السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله البنات بغيت نشارك معكم كيكه اقتصاديه بالكاكاو، يعني نصوبوها لوليداتنا. المهم البنات ندوزو المقادير وطريقه التحضير. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا، عندي هنا 4 ديال البيضات، عندنا كاس ديال سكر سنيده، عندنا كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، عندنا واحد العلبه ديال اليوغورت دانون، يعني اختياري اللي بغيتو ديرو. عندنا هنا واحد جوج معالق كبار عاملين ديال الكاكاو، عندنا واحد فانيا وجوج خمارات، وعندنا جوج كيسان ديال الدقيق الابيض ديال العبار دائما بكاس العنبه. المهم البنات ندوزو للطريقه. ناخذ هاد ربعة البيضات، غادي نزيدو عليهم كاس ديال السنيدة، واحد القبيصة ديال الملحة ضرورية في الكيكة البنات، فاني، المهم البنات انا غادي نطرب هاد المقادير ونتلاقى معاكم. المهم البنات بعد ما طربت حتى نسيت ما قلتش لكم حتى نزيدو، يعني حتى نكملو حتى يعني نخلطو جميع العناصر، عاد باش نزيدو واحد معلقه صغيره ديال الخل. هذا الخل هذا المهم اي خل عندكم ديال التفاح ولا هذا الخل الابيض العادي. المهم البنات بعد ما طربنا 4 بيضات مع كاس ديال السكر سنيده ديال العنبه مع فاني، دابا البنات غنزيدو كاس ديال الزيت معامرش، كاس الا ربع، يعني ما كتشوفوا فيه معامرش، يعني فايت النص شوية من الزيت النباتية. الناس نطيبو، من بعد الناس ما طلبنا حتى الزيت الخليط الاول. دابا غادي نزيدو هاد العلبه ديال دانون، دابا البنات غادي نزيدو هاد جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر مغربلين من قبل، دابا البنات بعد ما ضفت حتى الكاكاو المر دابا غنبدا نزيد في الدقيق، ما نديروش كلشي دقه واحده، بشويه بشويه، حيت دائما كيف ما كنقول في الفيديوهات ديالي كاين دقيق فيه يعني بزاف ديال الانواع، كاين دقيق اللي كيشرب وكاين دقيق اللي ما كيشربش. المهم بسم الله، المهم البنات انا كملت الكاس الاول، دابا غادي نزيد غير النص ديال هاد الكاس حتى نشوف. هاكا البنات غادي
غادي نضيفوا عليه هاد الخمارات حتى هما نغربلوهم. المهم البنات انا مازال كنزيد في الدقيق حيت ما ننساوش بلي راه حنا درنا واحد جوج معالق كبار ديال الكاكاو. الكاكاو حتى هو راه يعني من نواشف بحال الدقيق حتى هو كيثقل لينا الكيك. المهم البنات انا غنستمر هكا ونطلق معاكم ونقول لكم واش كفاوني جوج الكيسان ولا غير كاس او نص ديال الدقيق. المهم البنات الدقيق يعني بحال قدني غير كاس ونص. بالنسبه لكم نتوما الا ما درتوش الكاكاو درتوها عاديه يعني ممكن غادي يقدوكم جوج الكيسان حقاش هذوك جوج الكيسان جوج معالق كبار لي ديال الكاكاو بحال هما هادو ديال الدقيق. اللي غادي يديرها عاديه بيضاء يدير جوج كيسان ديال العنبه ويشوف ثاني على حسب عينو ميزانه. الا غديروا بحال هادي ديال ديروا فيها الكاكاو غادي نديروا غير كاس ونص ديال الدقيق ديال العنبه. غادي نزيدوا دابا واحد المعلقه صغيره ديال الخل صافي البنات وغادي نخلطوا صافي وغادي ندهن المول ديالي. هانتوما كيفاش كتجي القوام ديالها. ماشي ثقيله بزاف وماشي ثاني خفيفه بزاف. المهم البنات عندي هاد المول هذا دهنته بالزبده ورشيت عليه شويه ديال الدقيق. غادي نصب هاد الخليط هنا في المول ونطلق معاكم. المهم البنات انا درتها دابا في المول غادي ندخلها للفران. الفران البنات يكون بارد ما نسخنوش من قبل. المهم انا عندي فران ديال الغاز كنخليها تقريبا 50 دقيقه. المهم البنات بالنسبه للفران ديال الضو يعني ما عنديش ما غاديش نقدر نقول لكم. ونتلقى معكم البنات في الشكل النهائي ديال هاد الكيكه هذه. المهم اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. انا زينته بصوص كراميل وشويه ديال اللوز مهرمش حمرته وهرمشته. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا كتجي على هذا الشكل هذا كتجي رائعه زعما والله العظيم كتستحق التجربه. نتمنى لكم انكم تجربوها. واقتصاديه يعني ماشي بالنسبه للزينه البنات راه اختياري يعني ماشي ضروري ديروا لها نفس الزينه اللي درت لها انا. ممكن تزينوها غير بسكر ثقيل او دهنوها بشويه ديال المربى ديال المشمش ودرتوا عليها شويه ديال الكوك وصافي يعني زين اختياري البنات. المهم غنقطع معكم بسم الله. هانتوما البنات كيفاش كتجي خاويه من الداخل مهويه. هانتوما اخواتي كيفاش كتجي كتجي خفيفه ومهويه. هانتوما البنات المهم البنات نتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم البنات. واذا عجبكم ما تنساوش انكم تبارطاجيو وتشجعوني بالتعاليق واللايكات الزوينه ديالكم. وكنقول البنات جداد مرحبا و الف مرحبا في القناه. ما تنساوش
تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله وحفظه، مع السلامه.